أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم بيان الحق للناس إذا اتضح لصاحبه يعتبر نفاقا؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل عدم بيان الحق للناس إذا اتضح لصاحبه يعتبر نفاقا؟ ما فهمت السؤال. يعني كون الإنسان ما يبين الحق للناس وهو يعلم، هذا مقصر ما في شك، لأن الواجب البلاغ، والله جل وعلا قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وعيد شديد، هذا من الكتمان الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. إلا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يجوز الكتمان للضرورة. نعم. أو لأن هؤلاء الناس لا يصلح أن يخبروا بهذا الشيء لئلا يتكلوا عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا. فإذا كان في كتمان العلم مصلحة أو دفع ضرر واضح، فهذا يجوز إلى حين. نعم.